في الفوي في الف الاخر في نورمالمون تمكنت عناصر امن دائرة مروانة من توقيف 5 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 27 و 43 سنة مع حجز كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 283 غرام، كما تم حجز سلاحين ناريين من صنع تقليدي و 200 غرام من مادة البارود. في سياق اخر تمكنت عناصر المسرح الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنا من توقيف 8 أشخاص بكل من مدينة بسكرة باتنا ومروانة، حيث تم حجز 3900 قرص بريغابالين 300 بالإضافة إلى كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 1 كيلوغرام و 932 غرام، مبلغ مالي يقدر ب 28000 دينار جزائري يعتبر من عائدات الترويج، بالإضافة إلى حجز مركبتين سياحيتين. بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.